بارو بدي احكي معك. شو احكي؟ لا احكي انت بالاول. الموضوع من شان هديك الرصاصة، لقينا المسدس اللي طلعت منه. ولمين طلع هذا المسدس؟ لحدا من الجيش. شو؟ انت متأكد من هذا الحكي؟ بس كيف ممكن يصير هالشي؟ ليكي بهديك الليلة لما هجم عليك الزلمة، نحن كنا لحالنا بالبيت. صح، وقتها سيد شانتي أنقذني ويومته هو انصاب. بس ليك رودرا، أنا متأكدة أني ما سمعت غير صوت طلقة واحدة، وهي نفس الرصاصة اللي أكلها سيد شانتي عني. وإذا هيك أي مزبوط، أنا لازم روح حاكي. وأنا رح روح معك. كنا جايين لعندك. شو القصة سيدي؟ أنت بدك ياني؟ والمدام مارفاتي كمان؟ في كم سؤال؟ معقول مارفاتي تكون خبرته عني وعن سونيري؟ سيدي؟ سيدي أنا بالحقيقة بس أنا لسه ما سألتك، فعلى شو عم تجاوبني؟ أنا بدي أسألك عن الرصاصة. رصاصة شو؟ ما فهمت. رصاصة يلي تقوصت هداك اليوم، تذكرتها؟ مارفاتي لقيت باقي الرصاصة، وأنا عرفت من وين طلعت وعرفت لمين. الطلقة طلعت من مسدس للجيش، وعلى حد علمي يا شانتي سيدي أنا اللي ضربت الرصاصة. شو قلت؟ كيف؟ بس أنت قلت إنه اللي هاجمنا هو اللي قوصك، ما هيك؟ مدام أنا فعلا صوبت عليه للزلمة، بس خربطت بالهدف تبعي. طيب بس أنا يومها ما سمعت غير صوت طلقة واحدة. سيد المدام يومها كانت حاطة ربط على عيوني، وأنا حاطت كاتم صوت على مسدسي. فيك تتأكد إذا بدك. لا ما في داعي، بس حبيت أعرف إذا هرصاصة من عندك. إيه نعم سيدي. روح نام. حاضر مدام بارفاتي، شكرا إليك لأنك ما خبرتي سيدي شي، وكمان بدي أعتذر منك. أنت معك حق بكل شي حكيتي، وأنا فهمت موقفك. شانتي أنت عم تفوت بقصة كتير صعبة، ولازم تفتح عيونك وإلا رح تخسر بالأخير. تاكل. مو كنت بدك تحاكيني بشي؟ ايه كان بدي اقلك انه ايه سيدي رح كون عندك بعد شوي، بنحكي بس ارجع. ايه سيدي ميتالي، انت شفتي السيد شانتي شي اليوم؟ لا انا رحت على غرفته لاعطيه الشاي بس ما لقيته. ليش؟ شو في؟ بيكون طلع يتمشى برا. انت ليش اكلي همه؟ لأنه سونهيري. لا مستحيل دخيلك يا قدير، يعني وين بدهم يكونوا راحوا؟ معقول كل صيغتي وطقم الذهب مع الألماس وكل مصارية كمان ما أنا موجودين بخزانتي؟ كيف اختفوا فجأة؟ لك شو بكانوا بشو صافنين؟ يلا اتصلوا بالشرطة خليهم يجوا يعملوا ضبط، صيغتي مسروقة. خلاص طولي بالك شوي، فهمين على مهلك شو اللي صار. سونهيري مو بالبيت، والسيد شانتي كمان مو هون، وهلأ عمتي عم تقول إنه صيغتها مو موجودة. معقول هنن يكونوا؟ رودرا تعال معي شوي، في شي كتير ضروري لازم خبرك عليه. شو؟ امشي. باروق؟ شانتي وسونهيري شبه هون؟ رودرا هنن بيحبوا بعض، وكمان شانتي طلب من سونهيري انه ترتبط فيه، وقبل ما هي ترد عليه انا وصلت وشفتهم واقفين مع بعض، وقتها وقفوا حكيت. ايمتى هالحكي؟ ايمتى شفتيهم باروق؟ شفتهم من شي يومين.
بس ليك أنا حاولت أني أحكي لك أكثر من مرة، بس كل مرة كان يصير كان شي. لازم تصري علي بارو، لازم تعملي أي شيء لتخبريني، مو تختفي بأنك تحاولي. هالحقير التافه إجا لحتى يشتغل عنا أم أنا بورجي له الندل. لا رودرا بارو، وينك عمي؟ سون هيري هربت ومع شانتي كمان؟ كذب، هذا الحكي مو مزبوط، لأنه بنتي سون هيري مستحيل تعمل هيك شيء. أنا بعرفها ومتأكدة إنه في حدا خطفها من البيت. بارفاتي أنت شو عم بتقولي؟ عأي أساس عم تحكي هيك؟ هي مو تاركة رسالة بتدل إنها هربت معه، كيف بدي صدق؟ ليك أخي سمرات أنا إيه مزبوط. ليكي بارفاتي أنا بعرفك على حقيقتك، أنتي ما صار لك بالقصر إلا مبارح العصر، فكيف بتسمحي لحالك إنك تحكي قدامي هيك وفوقها بتتهميها بالسرقة؟ لك بنتي سون هيري المدللة والطيوبة كيف بدها تسرق؟ طيب بركي هن هربوا من البيت وأخذوا الصيغة سوا ليتجوزوا؟ أكيد أنت اللي علمتيها هالشي وقلتي لها تاخد كل صيغتي وشجعتيها كمان على أنها تترك البيت وتهرب مع هالشاب. مبيني أنت وعيانة لهالحكي اللي عم تقولي؟ لشو؟ شو الغلط باللي عم بحكي؟ سون هيري أخذت الأفكار منك، بس أنا متوقعة منك أنك توصليها لهاي المرحلة، عبيتي مخها بالحب والحكي الفاضي، فهمتيها أنه حلال، لهيك تجرأت تهرب مع واحد غريب. لك أنت اللي خربتيها لهالبنت، وأنت اللي رح تخربي لنا بيتنا كله. عم تهدي حالك شوي. استنى شوي رودرا، أنا ما علمت لبنتك هالشي أبدا، بالعكس أنا فهمته لسيد شانتي وقتها أنه ارتباطهم هذا من المستحيل. وليش مين بتكوني أنتي أصلاً لحتى تاخدي قرار بخصوص أي حدا من عائلتي؟ ما تكوني مستشارة البيت يعني؟ شون هيري هربت؟ هي مبارح كانت متضايقة ومتوترة كتير، وحتى عيونها كانوا حمر كتير وكأنها بكيانة لشبعانة. لك حاج تحكم بوس إيدكم. لك بنتي هربت وأنا ما بعرف لوين، مع واحد ما بعرف أصله من فصله، بس الشي المنيح إنه عندها أخين بيخافوا عليها ورح يرجعوها، حتى أبوها موجود ومانو عاجز، فما حدا غيرهم مضطر يعذب حاله ويعمل شي. ليك أنا عم فكر بشي مهم، إنه شانتي طلع بسيارته، وإذا هن فعلاً راحوا سوا إذا طيب بلكي صار شيء لبنتي من ورا هذا شانتي، بلكي هو اللي سرق الصيغة وخطف بنتي وأبصر شو بده يعمل فيها، وقتها حياة بنتي رح تتدمر على الأخير، وهذا الشيء طبعاً رح ينعكس علينا ورح نخسر كل شيء. ماما أنا رايح أدور عليها. سمير يلا. أنا جاي أعتذر ممكن وتسامحني. لك معقول بعد كل شي عملته وبكل عين وقحة جاي تعتذر منها؟ أنا لو بإيدي كنت قطعتك شقف. إلي لشوف وينها بنتي. ما تحكي وينها سون هيري. أنا بشكر القدير لأنك رجعتي سون هيري. أنا وثقت فيك وحكيتك بعقلي، بس انت شو عملت؟
أخذت سون هيري وهربت بدون ما تشيل اعتبار لأي حدا، وحتى أنا ما إجيت خبرتني شو بدك تعمل. مدام بارفاتي، لك كيف استرجعت تخطفها لأختي؟ سومير لا، هاي مشان تعلم تهرب. سومير بدك تهرب مع لك حاج بعد أنا بفرجيك. سمرات، نحن أمننا لك وأنت خنتنا. لا حاج 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 خلص بكفي هيك، اهدوا. كيف بدك أنا نهدى بابا؟ استغبى كل شي فيه بالبيت وسرق أمي وحاول يهرب مع أختي، وأنت بدك يانا لك ولا؟ خليه عمي بيستاهل، شانتي لازم يتعاقب على الشي اللي عملوه، هو لسه ما شاف شي. أخي رودري لا، بارفاتي بترجعك قولي لهم إنه ما يأذوا. أخي سمرات اسمعني، أنا الحق علي، هو ما عمل شي ولا خطفني، لا أنا اللي غلطت صدقوني. أنا اللي اقترحت عليه إنه نهرب من البيت، قلت له إنه منروح نتزوج لحالنا، بس هو ما رضي ورجعني من نص الطريق، وقال لي إنه ما بيتزوجني بدون موافقة أهلي، وإنه ما رح يأذيكم بهالشي. أنا أجيت لهون لأعمل واجبي وأحمي العيلة، مو لأحب حدا منكم وكون واحد من العيلة. بترجاكم صدقوني، أنا ما بعرف كيف حبيتها، وأنا هلأ بدي أعتذر منكم كلكم لأني تجرأت وحكيت مشاعري. لو ما حكيتها ما كنا فتنا بهي العلاقة وصار اللي صار، ويمكن هي كمان ما كانت انتبهت أنه بتحبني. أنا بعرف منيح أنه ناس مثلكم صعب تتقبل واحد مثلي، بس أنا غبي لأنه حبيتها هيك، وفكرت أنه ممكن تتقبلوني إذا هربنا أنا وياها مع بعض. بس لا، بارفاتي هي اللي وقفتني. لكن أنت ليش كذبت على بارو؟ أنا ما كذبت عليها، أنا كنت رح أترك كل شي حوالي مبارح، بس وقتها سون هيري إجت لعندي. صح، أنا اللي قلت له إنه لازم نهرب وأقنعته بهالشي، بس لأني بحبه كتير فقبل نتزوج وارتبط فيه، وبعرف إنه ما رح تقبله. أنا متقدم جديد على الجيش وما عندي شي، ما عندي لا أهل ولا عيلة، بس لما فتت على البيت أنتوا حسستوني بدفع العيلة اللي فائدة، بس للأسف نسيت أنه اليتامى ما بيحق لهم يعيشوا بالعيلة. أنا بعترف أنه اللي عملته هلأ فعلاً كان بأسلوب غلط، بس نيتي كانت صافية وما فيها أذى. وهلأ عن إذنكم. إيه يلا، أنا رح جيب حارس غيرك، امشي. لازم حدا يوقفني، وإلا مضطر إني انتقل للخطة الثانية وما لها نصيحة بنوه، واللي هي إنه هي الغبية المسكينة سون هيري رح تمرض وتموت من حبها إلي. استنى شوي بابا. شبك سكوت، شانتي انت عن جد بتحب لسون هيري؟ انا بحبها اكتر من روحي. اتطلع بعيوني وقلي هالشي شانتي، انت بتحبها؟ وانت مستعد تتزوجها وترتبط فيها كل العمر؟ تنفير، لك انت شو عم تحكي؟ موهيني عيريني سكوتك. شانتي، انت مستعد تتجوز سون هيري وتصير واحد من عائلتنا الكبيرة؟ وتكون صهري ومثلي ولادي؟ شو هالحكي اللي بلا طعمه؟ كل هذا وبدون شوري؟ موهيني، ليش اني اصلا شاوروكي لما حبوا بعض؟ فتركيني اتصرف.
فوت. سون هيري. بس فوت. ماما. اختي بارفاتي، سامحيني، أنا آسفة كتير. بترجاكي سامحيني. ايه شكرا لك. ليك وانا حكيت مع الكاهن، والخطبة بإذن القدير بكرة، والعرس منبقى منحدده بعدين، ومنتفق على كل شيء. دخيلك يا قدير، عندي 100,000 قصة وقصة. امتى بدي لحق؟ هاي الصندوق أمن عليه. أخي هاي الورد صار جاهز، شو لسه؟ لسه الحلو، روح جيبه. ايه فورا. يلا بارفاتي، بسرعة جيب الأغراض اللي بدنا نعطيهم للكاهن. ليك رودرا، في شي ضروري لازم أحكي فيه أنا وأنت. شو؟ في شي مخبيتي لسه؟ لا، القصة أنا بدي إياك تسامحني، بس بصراحة كمان بخصوص شانتي في شي مو ظابط. أنت شو مشكلتك بارو؟ أول شي عملتي معي مشكلة وخانقتيني وقلتيلي إنه شب ما في منه، وهلأ غيرتي رأيك؟ معك حق بهالحكي رودرا، بس أنا هلأ قلبي عم يقلي إنه في شي كتير غريب. قهوة! مين جاي على باله قهوة؟ قهوة؟ عمي؟ كل الأغراض صارت عندك. رودرا؟ بارو عم تدور عليك. وينها؟ هي راحت من هون. بس يا شانتي، رودرا قتل واحد مجرم. قتل واحد عدو لهالبلد. هو قتل واحد مهرب وما بيستحق يعيش ابدا. شو رايك تسكري تمك؟ فهمتي؟ بلا حكي فاضي. وقف مكان، وقف. هالشي غريب كتير مو؟ ثلاثتنا اجتمعنا سوا، بس الطابة هلا ما أنا بملعبك بنوب. إذا بتمس شعرة منا يا ريت أنت تخرس، لأنه إذا بتحكي رح فضي هالمسدس براسة. شو؟ شو رأيك؟ ليك تركها تروح، هي ما دخل بشي، خليها تروح. لا ولو شو؟ قرايبتي ها؟ هي بتقربني وترملت من قبل ها؟ يلا، ما بدك تقيله الحقيقة ها؟ فشرت كون بقربك. شو؟ يلا يلا لشوف، بعرفك واحد ذكي. معقول ما عرفت كل شي عني ها؟ تركها تروح. بعد بعد أحسن ما أوس. هي شو دخلها؟ أنا يلي قتلته لأخوك، وليكني واجهني لألي، أوصني. يلا لشوف. بتعرف شو؟ عجبني الرعب والذل اللي بعيونك. هلأ بس اقتلها مش لا شانتي. لا، خليها تروح. وليش هيك انت مستعجل؟ بالأول في خدمة بدي اياك تساويها. قول قول. اعتذر مني. يلا اعتذر. ماشي ماشي. بترجاك رودرا، لا تعتذر منه، هو ما بيستاهل. خلصي. يلا يلا عرجليك، يلا بسرعة. ماشي ماشي. لا اوعى ترد عليه رودرا. اهدي بارو،
بدك اعتذر؟ ماشي رح اعتذر. لا تأذي بارو، رح اعتذر فورا. يلا لشوف. سامحني. لا مو هيك، اعتذر منيح، بدي اياك تورجيني انك ندمان من كل قلبك. يلا سامحني، سامحني لانه قتلت اخوك، سامحني. بارو يا واطي، عن جد برافو عليك، قوس. يلا لا تغلط بهدفك وتخليني عايش، ولا انت اللي رح تموت بعدين، فهمان؟ خلاص، اعتذاري منك كان صادق. انا بعرف انه ما كان لازم اقتل اخوك، يلي كان لازم اعمله انه احبسه مشان يتعذب اكثر، لانه هو وقتها كان رح يتمنى انه يموت باسرع وقت، وراح يضل قاعد وناطر حبل المشنقه. لهيك انت ما رح تموت فورا، ما رح تموت بهالسهوله. كيف تجرأت تمد ايدك على بارو؟ كيف هيك بتمد ايدك على بنت؟ كمان ما رح ينشف غريني منك. يلا دروب، شو مفكرني خايف؟ دروب كمان. كمان استني وشوفي كيف رح انتقم منك، شو ما كان التمن. بارفاتي سيدي، شو بنعمل له؟ هالندل لازم يتعذب كتير. انت عار على الجيش، شوه صورة الجيش كله ولازم يتعاقب. بالعكس انت لازم تتشكرني. هذا واحد وسخ يا امان، هو غلط كتير لما اجا وفات على هالبيت. كتير سهل على الواحد يعمل اي شيء لما يكون حاسس بالقوة يا رودرا، وانت طلبت مني اني اوسك وانا ما رضيت. بس لا تفكر انك رح تمرق منا، انا رح ارجع لك، انا ما بترك شغلي بدون ما خلصه على الاخر. يلعن رودرا، لا تخليه يجرك للي بده اياه، اتركه. حدا يلا تخرس وتوقف للبكاء. لا تكوني مفكرة اني كنت عن جد بحبك يا غبية، انت كنت طعم مو اكتر. شو؟ كنت مصدقة؟ شو كسر قلبك؟ ها؟ شو فكرة يعني؟ أنا معقول حب واحدة مثلك؟ لك أنت شو عمية؟ شو رأيك تسكر تمك؟ وإذا لا؟ شو بدك تعمل؟ رح تضربني مثلاً؟ حسابك مو هون. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.